الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويسعد مساكم كل خير. اليوم موعدنا مع الجلسة الثالثة من جلسات دورة السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. أتمنى الكل يكون بخير وصحة وعافية. اليوم رح نتكلم بإذن الله عن تعريف السكرتارية والإدارة المكتبية، شو وظائف السكرتارية، شو موقع السكرتارية والإدارة المكتبية في الهيكل التنظيمي للمنظمات بشكل عام، ما هي وظائف السكرتارية وما هي مؤهلات السكرتارية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بالنسبة لي بدأت الدورة يوم 19 أجل طبعا، وما جاء الإعلان إلا انتبهت له إلا أول تمس، فما أدري كيف أعوض. أول يوم إن شاء الله ممكن نتكلم مع الأخوة إنه يعرفوكم من موضوع الغياب، بس هو بالأصل يعني نحن إذا حسبنا 80% 80% حضور، يعني إذا كان من أصل جلسات الواحد حضر مثلا 8 جلسات فهو محقق الشرط فبيترشح للامتحان. تمام، الله 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 يبشرك بخير، الله شاكر لك. يبارك فيك، ما تاكلهم. في شغلة الله يبارك. مهمة قبل ما نبلش، حتى دائما يا أساتذتنا يعني حنحاول، خلونا نفكر خارج الصندوق، يعني ما نفكر موضوع انه انا بدي احضر، يعني ما تلزم حالك وتهيئ نفسك انه هو الحضور اجباري، بس انت فكرت بهالطريقة. يعني انت قبل المحاضرة، حتى الاخوة اللي عم يحضروا كمان على اليوتيوب، يعني بنصحهم انه يحضروا الجلسة مباشرة، لاني انك تحضر جلسة على اليوتيوب صراحة، او يعني انا بتكلم عن نفسي اني احضر جلسة بساعتين ورا بعضها صعبة، بتمل الموضوع، يعني بصراحة ما له فيلم حتى يكون هيك مسلي بدرجة ومشوق لدرجة اني نقدر نقعد ساعتين لحضر شيء. التسجيل هو الاصل هو للتوثيق، انه اذا انا ردت ارجع لمعلومه او بدي في فكره غابت عني انه اقدر ارجع على التسجيل. طيب الله يبارك فيكم جميعا. في قبل ما نبدا اي ملاحظه حول محاور اليوم؟ ممكن يكون موعد المحاضرة بعد الساعة 9. والله هلا حاليا يا اخت هناء، بالنسبة لموضوع المحاضرات تثبت يعني بناء على الاغلبية، يعني ليش؟ لانه الاغلبية بيخلص مثلا شغله ماكسيموم مثلا الساعة 6، 6:30، يعني 7 ممكن يكون راجعين على البيت، فمن 7 لـ 9، اما 9 صار وقت نوم، وقت راحة اكثر من يكون وقت دورة، هيك بعتقد. يعني اخت مروة، هي المحاضرة هي جلسة مثل ما شايفة، الجلسة الثالثة، الجلسة الثالثة، نحن في جلستين. الجلسة الاولى اللي هي كانت مقدمة تعريفية عن الدورة، مقدمة عن إدارة الأعمال، والجلسة الماضية اللي هي والجلسة الثانية كمان بسبب إنه في إيميلات ما وصلت لبعض الأخوة، هي بصراحة الإيميلات وصلانة بس في خيار ممكن اللي هو خيار سبام، ممكن الجيميل يكون مفلتر ومفكر رسالة لما بتبعت ل 400 500 أخ أو أخت، بتشوف إني يعني فينا نقول مزود الخدمه للايميل ممكن يفلترها انه يتعامل مع انه سبام، فدائما انتم شوفوا الرسائل الترويجيه خاصه بيفتح من موبايل. هلا اللي بيفتح من الكمبيوتر بتصفح الايميل اللي له بشكل يومي اكيد شافها. طيب خلونا نبلش. والله يا اخت مروه ما فهمت عليكي، طيب اليوم اي ساعه عندي؟ كيف يعني اي ساعة عندك؟ وضحي لي قبل ما نبدأ، يعني اليوم من الساعة هلأ البداية من 7 لـ 9، في عنا بريك الساعة 8،
الفكرة في اختلاف بالتوقيت بين المشرق العربي والمغرب العربي. هلا المغرب العربي بعتقد هلا عندهم يمكن الساعة 5. أخونا الحبيب إذا كان ممكن تغلق المايك، معلش أنا أغلقت المايك عند الكل. كمان تفقدوا المايك أنتوا كل شوي، لأنه ممكن يفتح المايك من دون ما تحس، يعني بالغلط تفتح المايك وتتركه شغال. حفاظا على خصوصيتك، خاصة ان المحاضرة عم تسجل وتنعرض على اليوتيوب. مدير المكتب الناجح هو الذي يقوم بأداء ما لا يقل عن كذا من العمل اليومي لرئيسه. شو رأيكم بهالعبارة؟ ما رأيك في تلك المقولة؟ شو النسبة إذا نعطي العمل اليومي لرئيسه؟ شو النسبة المئوية؟ كم تعطوها النسبة المئوية؟ ما تنسوا تحضروا كاسات الشاي أو فناجين القهوة. 75%، 80%. علبكم السكر مضر للصحة. أنا حبيت أسمعكم بالنسبة لموضوع السكر. هلأ بتمنى الكل يشاركنا كاسة الشاي لو كنا هيك بتدريب واقعي، بس التدريب الأونلاين بجوز كان يكون أوسع. هذا النسبة ما فينا نحددها كنسبة 100%. هذا الموضوع بيختلف بين حسب طبيعة المهام الموكلة لمدير المكتب، حسب طبيعة عمل المنظمة اللي هو عم يشتغل فيها مدير المكتب أو السكرتير، وحسب كمان أيضا طبيعة الرئيس المباشر أو المدير. فينا نقول ستاندرد بين ال 75 وال 85%. في ناس ما بتحب الشاي، بتحب القهوة، بس انا بتركيا بصراحه ما عم يعجبني ولا نوعشها. ما بجوز انا ما عم بتحس هيك بطعمة الشاي السود، سبحان الله. طيب ما رأيك في تلك المقولة؟ هلا الأخوة ممكن من سوريا يبعتوا لنا شغل. ما رأيك في تلك المقولة؟ وراء كل مدير ناجح سكرتير ناجح. اللي مع المقولة يحط لنا لايك، اللي ما مع المقولة يحط لنا ديسلايك. طبعا ما بعرف إذا بتعرفوا هالميزة بالزوم، هي الميزة اللي هي موجودة في خيار اللي هو المور، بتلاقي هالخيار 3 خيارات. صاروا 4 3. في شخص واحد عطى واحد، أيهم الحسين الحجي عطى، لا ما بوافق المقولة. نسبة وتناسب، صح 100%، الأغلبية عم يقولوا صح. عمر أو عمر، بعتقد عمر غلط. ممكن عمر قلنا ليش او امر قلنا ليش. هيثم عم يقول لا ما شرط. خلينا نسمع اراءكم. استاذ السلام عليكم. اول شيء سلام، اهلين اخي عمر. انا اسمي عمر. هي اول محاضره بالنسبه لي. اهلا وسهلا. انا عم ادرس اداره صحيه سالك ويتم بسينوب، هي اهلا السنه وسهلا، الثانيه اللي لي. الله يوفقك يا رب.
الله يسلمك يا رب استاذ. هلا انا بالنسبه لي انه كان جوابي غلط، لانه المدير الناجح برايي ما بيستنى يكون سكرتيره ناجح لحتى مثلا يكون شغله ماشي تمام، ولا او يكون شغله جيد. بالنسبه لي السكرتير هو فقط من اللي بيرتب الامور للمدير، بس العاتق الاثقل اللي حيكون عند المدير. فلما بيكون المدير ناجح فما راح يكون في داعي للسكرتير طيب الناجح. شو رأيك نقلب الصيغة؟ شو رأيك إنه كل مدير ناجح يكون يعني فينا نقول يوظف سكرتير ناجح؟ ممكن أستاذ هيك أضبط معك هيك هيك بالضبط، صارت منطقية بعض الشيء. تمام الله يكرمك. طيب شو رأيك بهالعبارة أيضا؟ ما رأيك في مقولة السكرتارية هي المنطقة العازلة؟ أنا مصر على كلمة العازلة بين المدير والموظفين من جهة، وبين المدير والمراجعين الخارجيين من جهة أخرى. في ضجة من عندي شيء؟ سامعين ضجة من عندي شيء؟ نجارة خلاص تمام أوكي، سكرنا أغلقنا الشباك. هذا جارنا النجار مقصودة بالعازلة، العازلة الفاصلة ما مباشرة مع الموظفين. أيوة، فخلينا نغير كلمة المنطقة العازلة، خلينا نسميها المنطقة الواصلة تمام بدال العازلة. أوكي شو رأيكم؟ ياسمين سجلي لو سمحتي المعلومات، سجلوها المعلومات اللي بنقول مهمة سجلوها، أما مثل المعلومات مثل ما صار أمامكم هي رح نحط نعطيكم مراجع. برجع بأكد إني حسب سياسة رشد ما بيشارك المادة العلمية، لهذا السبب أنا ما بشارك المادة العلمية. ولا هي المادة يعني فينكم تبحثوا في مواد علمية شبيهة على الموجودة على الإنترنت، في كتيبات في كتب رح شارككم فيها ان شاء الله، على يكون في ملف جوجل درايف وبعث لكم اياه باذن الله. فخلونا نختار المنطقه الواصله بين المدير وموظفيه من جهه، وبين المدير ومراجعين الخارجيين من جهه اخرى، وليس العازله مثل ما بنشوفه ببعض الاحيان. مين بيعطي مر بهالحالة وفعلا هو السكرتارية كان المنطقة العازلة؟ مين صارت معه هالحالة؟ أنا بصراحة صارت معي. حدا صارت معه حالة إنه حس إنه السكرتارية هي الجدار الفاصل بين مكتب المدير العام أو الإدارة العليا والموظف أو المراجع، شو رأيكم؟ هذا عم نشوفه واقع ولا لا؟ مجد عم يقول شيء من الواقع، واقع عمر عم يقول ايفا، ايفا اليوم تأخرتي يا انسة ايفا، شكلك كنتي بالشغل الله يعطيك العافية. طيب بشرى عم تقول نعم في بعض المنظمة. هلأ هون بقى هنا بدها تعلق لنا على العبارة السكرتارية القلب النابض بالمنظمة هي ولينا وعمر. بدنا كمان محمد يشارك، أسيل، براءة، الدكتور أحمد، أستاذ جميل، أستاذ هيثم. هنا السكرتارية القلب النابض بالمنظمة. هلا انا بالمنظمه ما اشتغلت، يعني انا كتربويه تمام، عنا نحن شيء بيشبه السكرتاريا بنسميه امين السر. ايوه تمام. أيوة. هذا هو تمام. امين السر يعني ما فيك تقول انه هو القلب النابض، لا. في بالنسبه للمدارس في عنا لا، التوجيه هو بيكون القلب النابض اكثر من السكرتاريا. طيب خلينا نروح على نائب المدير، شو رايك هو القلب النابض ولا لا؟
أنا بالنسبة لنا بالمدارس مثل ما عم بقول لك إنه أنا لسه بالسكرتارية ما عندي، هي أول دورة إنه بعملها بالسكرتارية، فما عندي المعلومات الكافية. بالمدارس لا، ما هو القلب النابض؟ بالمدارس القلب النابض بيكون التوجيه والإدارة أكثر من السكرتارية. دائما أمين السر، يمكن الطلاب بتمر السنة وما بيشوفوه مرة أو مرتين. أمين السر عمله بالقطاع التربوي، فينا نقول التربوي او المدرسي، هو فينا نقول السكرتارية اداره المكاتب اقرب لنائب المدير، فينا نقول يعني الى حد ما سكرتارية تنفيذية. تمام. اما الباب فينا نقول التقليدي هو امانة السر. تمام. استاذ ممكن نضيف شغله؟ تفضل استاذ عمر. استاذ هلا بالنسبه لي ممكن بشوف المنطق الاكثر، السكرتارية هي الفروع الواصله للمنظمه، يعني الفروع الواصله افضل من القلب النابض. خلينا نقول القلب النابض هو مساعد المدير او نائب المدير ببعض الاحيان، ما بعرف. هلا السكرتير التنفيذي ممكن يكون هو نائب المدير. تمام. أيوة. السكرتارية التنفيذية هلا نشوف، رح نشوف السكرتير العام للأمم المتحدة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، هذا سكرتير. بس مين يشارك؟ تفضلي أستاذ أنسة هديل. بس بدي أذكركم باعتبار هديل هلا عم تحكي، بس تغيروا أسماءكم لو سمحتوا، تكتبوا الاسم الكامل مثل هديل مثلا لو سمحتي، يكون الاسم الكامل مشان الحضور. شباب الدعم الفني بعد ما يزدوا الحضور ما بيقدروا يعرفوا حدا من حدا يعني. تمام. يلا هلا بغيره. بس انا تفضلي هلا. تفضلي. بتكون القلب النابض للمنظمه حسب مدى صلاحياتها ومدى مهماتها اللي بتكون اخذتها، يعني فهون بتكون قلب النابض ام لا. صحيح. حسب ال فينا نقول الهيكل التنظيمي للمؤسسه والصلاحيات والخبرات والخبرات والمعلومات المتواجده لديها، يعني حسب هي صلاحياتها بالمعلومات اللي هي اللي بتكون حتاخذها او رح تعطيها. فمثلا حسب المهمات اللي هي المهمات الموكله اليها، هون بيكون هي بتكون قلب النابض او لا. اوكي باذن الله. صار اكثر من حدا بعت لنا بالنسبه للموضوع، ان اليوم اول جلسه له، قلت لكم 80% يعني حاول ما يغيب ابدا. تمام. مشان يقدر يقدم الامتحان، لا نفكر بالامتحان الله يكرمكم. المهم هي الفائده اللي احنا نتبادل المعارف مع بعض، نتعلم من بعض، هي المهم. في حدا كان عنده تعليق؟ طيب شو تعليق حضراتكم على هالصورتين؟ تفضلوا. استاذ مروه تفضلي. اول شيء التنظيم، يعني تنظيم. ايوه اللي تكلمنا عليه، انه هو من اهم الاعمال الاداريه، واستخدام الفعال للتكنولوجيا. استخدام يعني الفعال للتكنولوجيا. حلو. يعني انا لما يكون عندي ارشيف غير لما يكون عندي كل شيء عن طريق التكنولوجيا، يعني ايوه لما يكون بياناتي عم خزنها عن طريق الحاسوب غير لما يكون اوراق. فينا نقول معنات الإدارة الإلكترونية والإدارة الكلاسيكية، فينا نقول تمام. الأرشفة الكلاسيكية والأرشفة شو الإلكترونية. تمام. بتشكر مشاركتك. مشاركة تانية لينا عم تقول حوسبة أنظم للتوثيق، إيفا عم تقول سكرتيرة منظمة وأكيد في إنجاز سكرتيرة غير منظمة، معتز عم يقول المرونة حلوة لايك، مروة استخدام برامج تكنولوجيا المناسبة إدارة ملفات وحوسبة بيانات مهمة، ممتاز. بشرة تنسيق جدولة المهام. أيوة الكلاسيكي استاذ عمر اليوم هيك عم تطلع عنا هيك معارضة كتير. كيف يعني كلاسيكي؟ تفضل. الكلاسيكي يعني كيف مضمون أكثر؟ استاذ بالنسبة لي التخزين البيانات العملاء بالشكل الكلاسيكي هي بالأضابير
أو بملفات معينة لكل مراجع بتكون هي ضمانة أكثر من خلال تخزين بيانات على الحاسوب أو على أي جهاز ذكي. بالنسبة لي ما بعرف، ممكن يكون حدا ضد تفكيري، بس برأيي إنه هذا الأفضل وهذا اللي كشكل مضموني أكثر. بجوز انت قصدك من ناحية أمن البيانات، إن البيانات ممكن تفقدها، صح؟ بالضبط أستاذ، يعني من هيدا أحد أهم المهارات اللي لازم يمتلك السكرتير هي مواضيع متعلقة بأمن البيانات، أمن المعلومات. أوكي، هي مهارة مهمة ما بس للسكرتير، أي حدا بيشتغل كمبيوتر لازم يكون عنده، يعني أحد الأصدقاء بيشتغل مسؤول موارد بشرية، أحد الأصدقاء العزيزين عليه، يعني نزل على الكمبيوتر اللي له بسبب غلطة فيروس الفدية، لازم تكون سمعاني. ف يعني شغلة 3 4 سنوات ذهب مع الرياح. أوكي، لعب ما السبب بالتكنولوجيا أو إني التوثيق الكلاسيكي هو أفضل من التوثيق الحديث أو الأرشفة الإلكترونية سيئة، ما السبب؟ هون في عندي في نقص معلومات أو ممكن نقص خبرة أو عدم القدرة على إني نتطور. أكيد بشكل لا يدع مجال للشك، التوثيق الإلكتروني والأرشيف الإلكترونية أفضل بمئات المرات بالنسبة للتوثيق التقليدي. أقل يعني أبسط مثال هو موضوع الجوري اللي هي الاستعلام. اليوم أنت أي ملف بتريده بضغط الزر أنا بقدر أعرف لك وين الموجود بالضبط مع كامل المعلومة، بينما أني التوثيق الأرشيف العادية الأرشفة الورقية وقت وجهد وتعب وفي نقول هدر طاقات وهدر أموال، وممكن لا سمح الله مثل ما يعني إذا بنشبههم تشبيه بسيط، يعني نحن إذا بنقول إني أمن المعلومات هو المشكلة، فمثال تاني ممكن كمان يصير حريق للناس اللي بيفكروا بهالتفكير، ممكن يصير حريق ملفات كلها. اللي صار بسوريا في ملفات ورقية، شو اللي صار فيها؟ ملفات كاملة، مديريات كاملة، ما مأرشفة إلكترونية، راحت حقوق ناس. حلوة مروة عم تقول بحث أصعب عن فوترة، الأمة الإلكترونية بتكون سريعة وأمينة بحيث إذا حصل حريق. هون موضوع الحوسبة السحابية إنه يكون عندي أكتر، لا في موضوع اللي هو في ناس بتعمل نسخة احتياطية وبتحطها بنفس مكان المكتب اللي قلقه والشركة اللي قلقه. هذا غلط، في قواعد للحفظ النسخ الاحتياطي، تخزين السحابي والتخزين الشبكي، نسخة محلية ونسخة على الإنترنت. ممتاز أستاذ، ممكن أقول شيء إذا سمحت؟ تفضل تفضل. أستاذ، بس نسبة يعني حصول كارثة إذا كانت التخزين هي بالشكل الكلاسيكي، هي حريق المكتب هي ممكن نقول 1%، بس أما اختراق الأجهزة الذكية أو التهكير أو الحصول على فيروس، جدا الموضوع دارج. فإذا نحن عم نحكي عن موضوع الخطورة، لا، موضوع إنه السيطرة على الأجهزة الذكية نسبة جدا قوية. هذا ما بيعني انه انا اروح ارجع للارشفة اللي هي الارشفة العادية واترك الارشفة الحديثة واترك وين احنا وصلنا، بحجة اني في فيروسات او في ممكن اتعرض انا لفقدان البيانات. برجع بقول في بعض الاحتياطات فينا نقول بعضها بسيط، تمام، ممكن انا بنسخة احتياطية جانبية او بشراء مكافح فيروسات محترم وليس مهكر، ايضا استخدام
ثقافة حد أدنى من أمن المعلومات. نحن عم نحكي على سكرتير، فهو مفترض يكون دارس على الأقل، نقول معه حد أدنى بمفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللي في عندي وحدة كاملة بأي معهد أو ICDL مثلا آخر، في عنده بالICDL وحدة كاملة اسمها أمن المعلومات، أمن المعلومات اللي هي امتحان كامل. بتشكر مداخلتك جميلة. كان مروة كان بدها تحكي، تفضلي، كان عندها مشاركة. كان بدي أحكي مثل ما أنت كنت عم تحكي إنه الأنتي فيروس يكون مدفوع، أهم شيء عشان يكون مو بس حاجز للفيروس يتخلص منه نهائي، لأنه غير المدفوع بس بيعمل حاجز. وكمان إنه تكون باسورد يكون يعني مش شيء سهل، إنه يعني في طريقة للباسورد بتكون يعني أكثر. حلو كتير. في اختصارات بيعملوها كتير، يعني مثل مثلا شكل الوردة، تمام، يعني صعب إنه الكابيتال سمول، تمام، الأرقام الإشارات. وبنفس الوقت لازم يكون إنه مثل ما أنت حكيت أمن المعلومات تكون عارفة فيه، مو أي رابط ينرفع. المشكلة الأساسية ما هي بكلمة السر، مو أي رابط ينفتح، مو أي، يعني المشكلة لازم يكون إنه أنا لما بعطي لحدا، تمام، بعض التحليلات بصير بخمن كلمة السر اللي هي الهندسة الاجتماعية. تمام. هذا الموضوع هلا أنا بحاجة لوقت، بدي سامحوني، معك. بس هلا أنا بعتقد على اقترحت على مدير البرامج الأستاذ باسل برشد، هو موضوع إنه نحن نعمل مثل دورة قصيرة تقريبا 8 ساعات، ما بعرف إذا توافوني بهالموضوع، حول الموضوع إنه مثل ما تفضل الأستاذ عمر إنه هذا الموضوع كتير شائع، حتى في ناس يعني كتير منتشر، هو موضوع فعلا التهكير مثلا الواتساب، تهكير هي العبرة ما بس التهكير الواتساب، في ناس عندها ملفات على الواتساب، تمام، ما عم نحكي على يعني اخت عمرها 50-60 سنة، ناهيك اني في ابتزاز وبتعرفوا شو الموضوع، يعني كيف الطريقة يعني البهدلة ما توصلني بهالكلمة لأخت عمرها مثلا 70-80 سنة وينحط هيك شيء مثلا عنا او اعسابة او يتم مراسلة، بس في ما تزعلوا مني، في سذاجة، تمام، ما معقولة انه شخص دارس نقول على الاقل ثانوية عامة حدا تاني يقول له عيرني بدي ابعث لك هلا الفيسبوك او حساب التأكد من الواتساب ويروح يبعث له الكود، يعني في خطوطين على الموبايل، اعملوا تحقق صناعي خلص الموضوع بالكامل لو اني هو قدر يحصل الكود. نزار كان عنده مشاركة قبل ما ندخل بموضوع السكرتاري مشان ما نتشتت كتير. هي بعد ما تقول التهكير وصل عنا الحساب المنظمة، هذا الموضوع بيكون من عندكم من داخل المنظمة، في حدا شو اسمه خادم كان الخدمة، في حدا كان رافع ايده؟ اوكي، خليني هيك، انا بحب بكيت شغله نحكي عنها نرجع لقبل، يعني للتاريخ، فينا نقول لحتى تعطينا نظره مستقبليه. السكرتارية ما له علم، فينا نقول اعمالها حديثه، لا ما بتختلف السكرتارية عن غيرها من المهام الاخرى من ناحيه التطور التاريخي. القول بان اعمال السكرتارية كاليه عمل لم تعرف الا في العصر الحديث، تمام، قول يجافي الحقيقة، فقد أثبتت بعض الآثار القديمة أن الأعمال الكتابية قد عرفت منذ العصر القديم، ولعل بعض ما وجد من كتابات على بعض القطع الفخارية المحفوظة داخل غرفة الأرشيف الملكي ويعود تاريخها إلى ما قبل، لاحظوا 2400 سنة قبل الميلاد، وين؟ بسوريا، دليل مهم على وجود الفكرة من آلاف السنين. أيضا كلنا بنعرف موضوع مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم مع الملوك وغيره، مثل هرقل، مثل الحبشة اللي هو
شو كان اسمه ملك الحبشه؟ نجاشي رضي الله عنه. نجاشي لهرقل كمان في رسائل متعدده ومتنوعه، بواسطه وصائل ايضا متعدده. هي المراسلات هي جزء من اعمال السكرتاريا. ايضا بنعرف ان نظام الدواوين وضع بعهد سيدنا عمر بن الخطاب، وهالنظام وهالتنظيمات انتقلت لغيرها من فينا نقول الامم والدول والطوري. استمر العمل بمختلف الحضارات والاجيال على الدواوين. ظهور السكرتاريا بالشكل المفاهيم الحديثة كان في بريطانيا بالقرن السادس عشر الميلادي، مع اشتراطات. كان في اشتراطات مثل هلا الاشتراطات الموجودة للعمل بأي مهنة. كان في اشتراطات مثل إجادة القراءة والكتابة، وأنه يكون الشخص أمين وعنده بعض المناقب الاجتماعية. وهي موضوع كمان الأمانة بيدخل موضوع على فكرة أمن المعلومات من خلاله. يعني انت اذا كنت انت عم توظف شخص وما بيعرف يشتغل، يعني كتم السر ما بس على كتم السر هو الحكي، كتم السر كمان على الملفات اللي هو بده تكون بين ايده. ايضا الاهتمام الفعلي بالانشطه المكتبيه ظهرت مع بدايه الثوره الصناعيه، اللي كانت تتطلب ارشفه وتدوين وحفظ، ولحتى وصلنا احنا على الاداره المكتبيه الحديثة مع عصر التكنولوجيا. شو أهمية السكرتارية؟ هون خلينا نسمع بعض. حلو كتير فعلا كان الحاجب. الحاجب هو هو فينا نسميه أمين السر أو السكرتير التنفيذي للسلطان أو للخليفة. شو رأيكم؟ شو أهمية السكرتارية؟ ليش نحن نوظف سكرتير؟ يعني فينا نقول كلمتين، تخطيط والتنظيم. فينا نقول يعني هي بروفيشنال اكتر، تنظيم العمل، تنظيم الوقت على عيني راسي. اهم امر بالنسبة بيريح المدير هو موضوع متابعة الاعمال الروتينية يلي بتاخد وقت وجهد من المدير. لما هو بيتفرغ للتخطيط والتنظيم تمام والرقابة، هون لما هو مثل ما عم يقول أمجد عم يتمد له الأعمال الروتينية اللي له، فهو عم ياخد يكون عنده وقت لحتى يتفرغ للوظائف الأساسية. لما هو عم يمد ببيانات ومعلومات بصير على المدير مهمة اتخاذ القرار بناء على خبرته بناء على تجاربه. العاملون مجال السكرتاريا يعتبرون بمثابة رأس مال بالنسبة للمنظمة، ولا يمكن الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال. فمهنة السكرتاريا على هي مهنة مهمة، ما لرفاهية. إدارة المكاتب كتير مهمة، فينا نقول بتأثر على الإدارات، لأنه مثل ما بتلاحظوا بتمد الإدارات بالبيانات والمعلومات اللي هي بتساعد المدير حتى يتخذ قرار. فينا نقول وظيفة السكرتارية أو مدير المكاتب وظيفة إدارية ومساندة، والإدارة في أوسع معانيها تعني العملية التي تهدف لشو؟ لاستغلال الموارد، اللي هي الموارد المالية المادية، لإيش؟ لحتى نحقق أفضل نتائج لنوصل أهداف المنظمة. طيب الإدارة مجموعة من الوظائف اللي ترتبط بها وظيفة السكرتارية ارتباط مباشر، ذلك لكون من يعمل وظيفة السكرتارية إنما يكون يعاون القادة والإداريين العاملين بالمنظمة اللي بيمارسوا وظائف الإدارة من ناحية. من ناحية تانية هو بحد ذاته كسكرتارية أيضا بيطبق الوظائف الإدارية على العمل وعلى مستوى. هلا أهمية السكرتارية وعلاقته في أبرز وظائف الإدارة. نحن تكلمنا بالجلسة الأولى أن وظائف الإدارة هي عبارة عن التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه
والاتصال. في عندنا بيئة داخلية اللي هي عبارة عن لوائح داخلية، نمط القيادة اللي عم يتم تطبيقه، وسائل الاتصال، فينا نقول التنظيم الرسمي وغير الرسمي ما شابه، البيئة الخارجية اللي هي قوانين الدولة اللي نحن فيها، التكنولوجيا عم نستخدمها، القدرة المادية، العوامل الاقتصادية، مثل ما هلا نحن عايشين مثلا ظل غباء، فهي من العوامل المؤثرة، أيضا العوامل السياسية موضوع مؤثر. طيب شو علاقة السكرتارية بالتخطيط؟ مين بيحكينا شو علاقة وظيفة التخطيط بالسكرتارية؟ مين ممكن يقلنا شو علاقة والله يا أستاذ عمر هون كمان موضوع نسبي على عاتق المسؤولية حسب الأمر اللي هو لما بيكون هو على عاتقه مثلا موضوع البيانات فرضا، فهو إذا كان عم يعطيني بيانات غلط فبدي يتحمل مسؤولية كاملة عن البيانات اللي عم يزودني فيها، لأنه في بيانات سربت مثلا، فهو بدي يتحمل مسؤولية كاملة عن البيانات هاي اللي سربت. فالمتابعة المتابعة للمواضيع الموكلة للسكرتارية ما لها موضوع هي. مروة تفضل. هلا أول شيء التخطيط من قبل المشروع وبيضل مع المشروع لأنه بيتجدد أمور جديدة، تمام؟ فالسكرتارية هون مهمتها يعني السرعة بالمواضيع، يعني لما يكون تأخير بيتأخر، يعني بيتأخر إنه القرار لقدام، تمام؟ لما يكون في مماطلة لأنه بده السرعة وبده متابعة سريعة للمستجدات. تعطيني مثال على موضوع تطبيق التخطيط بالسكرتارية، مثال بسيط. مثلا في مشروع قائم بيبدأ بتبدأ الخطة المبدئية طبعا، وبتضل يعني في بدائل أو في مستجدات أو تطوير للخطة. هلا هون عم نروح على إدارة، على المدير، عم أحكي على السكرتير بحد ذاته. تمام، إنه تماما لما يكون إنه إجا البريد أو أي شيء جديد يعني مستجد للمشروع، إنه تكون عندها متابعة اطلاع على السريع، إنه تخبر المدير، هي صلة الوصل. طيب رح أعطيك مثال، إذا كان سكرتير لموارد بشرية شو بيكون وظيفة التخطيط، كيف ممكن يطبقها؟ هلا أنا مو داخلة كتير بالموضوع، تخصصي نظم معلومات محاسبية يعني. طيب لمحاسبة نفس الأمر، لمحاسبة، لقسم مالية، لمدير مالي مثلا، تمام، أو لمدير معلوماتي، شو ممكن؟ هي النهاية نفس الأمر. تمام، يعني شو صفتي أنا كسكرتيرة بالموضوع؟ مثلا كيف ممكن تطبق التخطيط، وظيفة التخطيط كيف ممكن أنك تطبقيها؟ هلأ هي يعني ما حتقدر هي تعمل خطة كسكرتيرة، مش هي، مو مهمتها، مهمتها هي توصيل، صلة وصل، تمام؟ وحفظ الخطة، يعني إنه الأمانة مثل ما أنت حكيت، يعني ما يتسرب شيء لبرا، والسرعة أهم شيء، السرعة بهيك مواضيع. طيب تمام، بتشكر حضرتك. كان في حدا كمان رافع يده إذا كان ممكن بشكل سريع؟ ياسمين تفضل. السلام عليكم. السلام. عملية التنظيم بتساعد على التخطيط. هلأ إذا خلينا بس على التخطيط هلا، تمام؟ التخطيط كمثال، مثال على التخطيط. هلا نحن بنعرف ان التخطيط وضع افتراضات، توقعات لاشياء بالمستقبل، وبعدين وضع برنامج ببين شو الاهداف اللي بدنا نوصل خلال فتره معينه بناء على ايش، على الامكانات المتاحه، الامكانات اللي ممكن توصلنا لهالاهداف، وكيف ممكن نستخدم هالامكانات فعاليه، فينا نقول بكفاءه المطلوبة. طيب السكرتير هون أنا ممكن أعطيك مثال، أنه أنا مثلا ممكن لما أنا عم بخطط لك مواعيدك مثلا، لنقول لفترة لنقول شهر، تمام؟ فهذا نوع من أنواع التخطيط. لما أنا بدي مثلا أخطط للمقابلات بشهر مايس اللي هو شهر أيار، تمام؟ أحط لك الجدول، فهذا نوع من أنواع التخطيط. الهدف منه
هو انه انا مثلا بالتعاون مع مثلا مع قسم الموارد البشريه، او ممكن يكون انا السكرتير الموارد البشريه، يعني يكون عم اخطط هون للاداره اللي انا عم اشتغل عليها. ممكن تعطيني مثال اخر؟ من السلامة حط الله اخت هاجر، بس اذا ممكن تعدي اسمك. مثلا تفضلي تفضلي. تخطيط مثلا مواعيد تنظيمها، تخطيط المقابلة مع العملاء الخارجيين، بتخطط له مواعيده مثلا امتى مثلا؟ حلو. تخطيط للاجتماعات، ما حدا حكى تخطيط معنا. الاجتماعات ايه ايضا تخطيط للسفرية. اوكي، هي امثلة، يعني هي امثلة واقعية. انا فهمتها مثل تنظيم، يعني مثل تنظيم المواعيد. انا قلتها قبل. هلا خلينا نحكي على التخطيط، بعدين نجي على التنظيم، لانه التخطيط بيسبق التنظيم. تمام تمام اوكي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. جينا على التنظيم هون. رئيفة فهمت هون وظيفة تطبيق التخطيط كسكرتاريا. عم نتكلم نحن السكرتير كيف عم يطبق الوظائف الإدارية على عمله. إذا تمام حطينا واحد، وشباب إذا مفهوم الأمر كمان حطونا واحد. التنظيم مثل ما تكلمتوا حضرتكم بتهتم وظيفة التنظيم بتوزيع الأعمال، تحديد الصلاحيات المسؤوليات الخاصة. إذا كان في عندي موظفين تابعين لهالسكرتارية أو لهالمدير المكتب، أو بيكون المدير مفوض مثلا صلاحيات لألي، رح تصبح أساس لعلاقات العمل بين الأفراد والأقسام المختلفة، سواء كانت عن طريق التنظيم رسمي أو تنظيم غير رسمي. السكرتير بالواقع بيمارس الوظيفة. بعض السكرتيري السكرتاريا يشرفون على أو يشرف على مجموعة من الأفراد في مجال مثلا الطباعة، النسخ، أعمال التصوير والاتصالات، فهون بيكون كمان دوره دور تنظيمي. إذا كان هو متولى موضوع مثلا نقول مفوض، لنقول ما في قسم موارد بشرية، فهو مفوض بأعمال مثلا موارد بشرية، فهم منضاف له مهمة إضافية اللي هي مثلا أعمال الموارد البشرية، فهو بيكون على هو فينا نقول سلطة الوصل بين الموظفين. دعم الفني حلو. طيب الله أكبر. وظيفة أيضا الإشراف والتوجيه. سكرتير تهدف وظيفة، في أخ دخل من هلأ مسمي، يعني دخل باسم موبايل، هي الأخت اللي بعثت اسمها قبل قليل، إذا كان ممكن تعدلي اسمك لو سمحتي. تهدف وظيفة توجيه والإشراف لتذليل العقبات والصعاب اللي بتواجه الأفراد. مختلف العمليات التنظيمية بيلعب أيضا دور التوجيه والإشراف للتقريب ممكن بين وجهات نظر بين المدراء أو القياديين، وحتى وجهات نظر بين الموظفين والإدارات، أو حتى الموظفين بين بعض. علاقة الرقابة المتابعة اللي هي المواقع والتقييم بالسكرتارية. إذا كانت الرقابة أو المتابعة نعني فيها التأكد من أن الأعمال بتتم وفق لشو لخطط مرسومة نحن بنعرف من خلاله معدل الانحراف أو معدل الابتعاد عن الهدف، أو نحن رايحين يا ترى بالطريق الصح ولا في انحرافات عن الأهداف. إذا في انحرافات فلازم نحن نعمل إجراءات تصحيحية حتى نرجع على الطريق الصح اللي بودينا على هدفنا. السكرتير مهمته المشاركة بتقييم، ممكن يطبق الأمر على عمله من ناحية مثلا مثال الأرشيف الإلكتروني، فهو حاطط مثلا بالخطة أنه نحن عندنا أعمال ورقية فرضا لازم خلال فترة مثلا 3 أيام نكون أنجزين مثلا أرشفت فرضا مشروع اللي هو الربع الأول لـ2021. بكل بساطة نحن شو نسبة الإنجاز من الخطة اللي نحن وضعينا، شو الأخطاء، شو التبعات،
تبعات التأخير، رح نعمل مثلا إذا تأخرنا فرح نعمل الموضوع رح يأثر مثلا على الأداء أو رح يأثر على الخطة القادمة. هذا الموضوع بفيدنا من ناحية تلافي الأخطاء ورفع الأداء. أستاذ عمر، الموضوع هذا السؤال رح نجاوب عنه هلأ، بس لليوم بالنسبة هل هو اجتهاد شخصي أم روتين نطبقه؟ رح نشوف هالأمر جايين بالجزء الثاني اللي هو بعد المحاضرة رح يجاوب على السؤال. الرقابة أهم بند، ما فيني أقول الرقابة أهم بند، ممكن يكون هي عجلة، وهي العجلة إذا بتلاحظي عم نشتغل هون بشبه لك إياها بعجلة سيارة. إذا نحن قسمنا كل جزء من هالأجزاء قسمناه تنظيم تخطيط رقابة، فنحن أي جزء بده فينا نقول يكون طاغي على الجزء الثاني رح يكون فيه تأثير، فالصح هو يكون توازن لحتى تقدر العجلة تمشي بشكل صح. طيب بالمجمل كأهمية السكرتارية وعلاقتها بأبرز وظائف الإدارة اللي تكلمنا عنها، في بعض الوظائف الإدارية طبعا هذا الموضوع بيختلف حسب طبيعة عمل السكرتارية، وهلا رح نشوف في مسميات أخرى للسكرتارية. هناك بعض الوظائف الإدارية وظائف منظمة أخرى ذات العلاقة والارتباط بعمل السكرتير، بل إنه في حقيقة الأمر يعد أحيانا ممارسا له بدرجات متفاوتة، مثل وظيفة مثلا مثل ما أن وظيفة إدارة الأفراد اللي هي متعلقة بالموارد البشرية، أو وظيفة الإدارة المالية، أو وظيفة ممكن يكون تحليل بيانات، أو وظيفة اللي هو ممكن يكون متعلقة بالآي تي. فحسب نحن السكرتير اللي نحن عم نسند الوظائف حسب الجوب ديسكريبشن اللي له شو رح يشتغل. أنا بحب سماه السكرتير بالمنظمة سماه الجوكر المنظمة، ما بعرف إذا بتوافقوني هالرأي. السكرتير فينا نقول لازم هو يكون ملم بأغلب الوظائف والأعمال بأي منظمة، يعني يكون هيك مثل ما بيقولوا كيف بدي أعبر لكم عنها بشكل هيك، في مثل بيقول من وين ما دقيته برن، صح؟ اللي هو جوكر ممكن يشتغل بيعرف شيء عن كل شيء، فهو إذا حط عنده ممكن يكون مهام متعلقة بالمراقبة والتقييم، مهام متعلقة بإدارة الأفراد، مهام متعلقة بإدارة المالية، كي ما عم نقول إنه هو اللي يقدر مثلا يكون ملم بالإدارة المالية وإدارة الأفراد ومراقبة وتقييم والآي تي والإدارة المشتريات وكل هالمهام، لا، لازم يكون عنده هو فكرة عنها، تمام؟ فكرة عنها. مارست هالوظائف داخل المنظمة ليس له ترتيب معين، ممكن يبدأ بالتخطيط مثلا وينتهي بالرقابة. نحن هذا الكلام اللي تكلمناه مثل ما قلنا لحتى نوضح الصورة، الممارسة الفعلية في المنظمة ممكن تاخذ حسب الوظيفة اللي نحن سندينا للسكرتير او لمدير المكتب، حسب المنظمة وحسب عوامل المنظمة اللازمة سواء الداخلية او الخارجية. هلا انا بعرفها يا ايفا، هي معرفة شيء عن كل شيء، معرفة من كل شيء شيء بتصير. نظم ليجل اسم سكرتير، ممكن يكون رئيفة عم تقول ما عنا سكرتير، ممكن يكون امين سر، ممكن يكون نائب اداري، موظف اداري اوفيسر، فهو يكون عم يكون باعمال السكرتارية. خد حنان ما في مثل ايفا عم تقول مثل الصينية الصيني، ايوه دينامو المنظمة. مروة عم تقول الحربو، انا بسمى جوكر. طيب من اين اتت كلمة سكرتير؟
مدير تنفيذي؟ لا، سكرتير تنفيذي. سكرتير تنفيذي من كلمة سكرتري، سر. سكرت، سر. سكرت، عفوا. سكرت، فصار سكرتيري. سكرتير اللي هي ترجمتها أمين السر وكاتم السر. فعلا سكرتارية كلمة ما عربية، مأخوذة من كلمة إنجليزية سكرتري، واللي هي جزء الأول منها سكرت ومعناها سر، لتدل على ما تنطوي عليه أعمال السكرتاري من سرية وأهمية. بالحياة العسكرية بسموه كاتم الأسرار، والاستخدام الدارج لتقسيم التنظيم داخل المنظمات ممكن يكون السكرتارية العامة أو الأمان العام. تعبيرات مختلفة نسمع بالسكرتارية ممكن يكون أعلى سلطة بالمنظمة، يعني سكرتير العام للأمم المتحدة، سكرتير العام لجامعة الدول العربية، وزير بالولايات المتحدة. لفظ سكرتير يطلق على الوزير. وزارة الخارجية في مثلا سكرتير أول، سكرتير ثاني، سكرتير ثالث. بس برجع بقلكم نحن عندنا مشكلة مع كلمة سكرتير اللي هي جاية من الأفلام والمسلسلات، تمام؟ باللاوعي مترسخة موضوع السكرتارية بهالأمن. ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، شو رأيكم؟ يعني المسلسلات أعطت صورة سلبية جدا بالنسبة للسكرتير، بالذات للمرأة. صح، للأسف الموضوع ما هيك. موضوع ماله إني أنا بوظف بنت حلوة، تمام؟ سكرتيرة، وبتعرفوا أنتوا بقى قصص المسلسلات. أستاذ وللأسف كمان منظوم السكرتير بالمسلسلات والأفلام أعطى كمان يعني فكرة كمان إنه عن، خاصة إذا نحكي موظفين شباب، إنه ما يعزبوا حالهم ولا سي في. فهم شوف دور الإعلام بتغيير المفاهيم من حدا كاتم سر، تمام، اللي كان عندنا يا من سماه بثقافتنا الحاجب، اللي هو شغلة كبيرة. هلأ الحاجب على فكرة حتى بعد أنا ما خادم جيش، اللي خادم جيش بجوز بيعرف أكثر مني بهالموضوع، أنا ما رايح على الجيش. في يعني بكل وحدة عسكرية في حاجب، أوكي؟ هذا الحاجب بيكون عنده رتبة، يعني عنده مهمة إدارية. طيب شو أبرز التعريف للسكرتارية؟ هلأ عائشة، بالنسبة للسكرتير، السكرتيرة حصلت مظهر ولا السكرتير حصلت مظهر؟ لازم يكون حصل مظهر، بس حصل المظهر ما ضروري يكون حصل المظهر عيون الزرق والبياض، يعني ما هيك المقصود بحصل المظهر. طيب مين بيعرف لنا السكرتارية؟ هلا المفهوم الاكاديمي للدارس يعني، او المعروف حسب ما انت بتشوفه. هلا المعروف عن السكرتير انه هو مفتاح السر للمدير. مفتاح السر للمدير، بيعرف وين رايح وين شاي، متجوز على مرته ولا ما متجوز على مرته. بيعرف السر للمدير ناقص طريق بتروح السكرتير. ايوه كويس، معناته هو امين السر، كويس، كاتب من الاسرار. استاذ فينا يعني نضع مصطلح انه السكرتير هو عمود الفقري للشركة؟ ما فينا نقول هالعبارة، لأنه هلأ قبل شوي نحن قلنا القلب النابض للمؤسسة قلت لنا ما له الدرجة، تمام؟ فينا نقول هو القلب النابض، تمام؟ فينا نقول العمود الفقري. يعني إذا رجعت أنا بدي أعلق على عبارة القلب النابض بالنسبة اللي تكلمنا عنها هون، عندنا خلينا نرجع أصلاً دقة بس طلعت أنا وين كنا. استاذ السكرتارية بتقدر تقول انه هي جهاز اداري متخصص باداء الاعمال المكتبية مثل اعداد المكاتبات، المراسلات، التقارير، الارشفة، تنظيم الاجتماعات، اعداد الرحلات العمل، استقبال الزوار، استقبال يعني التوجيه وغيره كتير من الاعمال ما بتقدر تحصر السكرتارية بس انه هو امين سر المكتب. هو بشكل عام يعني امانة وكتابة السكرتارية بذات نفسها، يعني هو كمان بيساهم بزيادة فعالية الادارة.
وممكن ياخذ اكثر من منصب، يعني ما شرط بس انه يكون مدير اعمال المكتب. هلا ممكن نقول نحن هون سلايدات، كاني وقفنا سلايدات دقه. هون اذا قلنا بالنسبه لتعليقنا حول موضوع السكرتاريا اللي هو وراء كل مدير ناجح، ليش انك وراء كل مدير ناجح سكرتير ناجح؟ لاني هو فعلا السكرتير فينا نقول هو الساعد الايمن، وفينا نقول الساعد الايسر، هو المصدر المعلومات، هو الحافظ الامين للمعاملات، هو القلب النابض. ليش؟ لانه اذا انت القلب النابض كان تعبان ومرضان وعم يعطي معلومات غلط وعم يفشي اسرار وعم يسرب معلومات، يعني خربان بيت بالنسبه لشركه او مؤسسه. فلهيك مثل ما قلنا فينا نقول القلب النابض، فينا العمود الفقري يسميه العمود الفقري، بس انا بشوف العمود الفقري هو الاقسام الاداريه، ما بس القلب النابض بيشتغل مع، يعني في الاقسام الاداريه الثانيه اللي هي تعرفنا عنها بالجلسه السابقه، اللي هي اداره موارد بشريه، اداره التسويق، هاي فينا نسميها هي العمود الفقري للمؤسسه. طيب هلا بدي اسمع كمان تعريف فينا نقول العمود الفقري. حلو، عجبتكم العمود الفقري. العمود الفقري هو الاي تي، كمان الاي تي جوكر، يعني عمله مثل السكرتاريا. هاجع سكرتير المدير المصغر للموظفين، حلو، وساعد الايمن، ساعد الايمن فينا نقول المدير، وحلقه الوصل بين المؤسسات الخارجيه والمدير مباشره. بشار كتب كلمتين لخص فينا نقول اعمال، جزء كبير من اعمال السكرتاريه منظم للاعمال، سلطه الوصل بين اكثر من جهه والمدير. حلو استاذه ايفا، هل السكرتير يقوم باعمال بعض اعمال المدير ان يستطيع فعلها؟ هون ما فهمت، هل يقوم ببعض اعمال المدير؟ هو الاعمال الروتينيه للاداره هو اللي بيقوم فيها. تفضلي تفضلي استاذ. بشكل عام كمان هي المسؤوله عن تنظيم التواصل بين الاداره وبين العاملين بالشركه. ايه بس بدي احكي شغله واحده، يعني هي شغله واحده وبدي احكي عن اقول واحده، لا تعطوها لمهنة السكرتارية صفة الأنسوية، أوكي؟ يعني حتى أغلب اللي الدورة ما لها علاقة، ما مهنة السكرتارية ما مثل ما مصورين بالسكرتارية، ما تأنيس السكرتارية، إدارة المكتب ما له علاقة بالجنس، ما له علاقة بالنوع الاجتماعي، تمام؟ يعني ممكن يكون شاب وممكن يكون بنت، ابدا ابدا السكرتاريه ما بتعني انه لازم تكون انثى. هاي نقطه مهمه، لاني دائما عم تنعطى لما عم نحكي عن سكرتاريه عم نوجه لها هي، فنحن عم نروح باللاوعي على السكرتيره. طيب حلو كتير، كل شيء من وجود انثى هيك عم يخربط الصباح. ممكن والله انا ما فيني احكي شيء، لانه وزارة الداخلية كمان عم تحضر الدورة. تعريف، هي الجهة التي تقدم خدمات المدير او المؤسسة ككل في مجال الاعمال المكتبية مثل حفظ الملفات. هم تعريف فينا نقول نظري، أكاديمي، استقبال وإرسال المكالمات الهاتفية، تصدير البريد والنسخ، استقبال الزوار والمراجعين، وتنظيم مواعيد لمقابلة المدير. خلونا نكتب نسيف عندي عندكم هالتعريف، بتحبوا تنزلوا على المجموعة نزلوا. تطلق على المهن التي يتولاها فرد أو مجموعة أفراد. هلأ بجوز في بعض الأخوة غير دول ما بيعرفوا شو معناته وزارة الداخلية، ليش شخص متزوج؟ أستاذ مهند، والله يا أنسة ياسمين في مجموعة
متى استراحة الصلاة؟ استراحة الصلاة كم ساعة؟ أنا كأني ما بدنا دقيقتين استراحة الصلاة. خلص تعريف السكرتارية وبناخذ استراحة الصلاة إن شاء الله. تطلق على المهن اللي بتولاها فرد أو مجموعة أفراد بيقوموا بإيش؟ بمعاونة المدير. بس هالفرد أو مجموعة أفراد مهمتهم كانت تأديت أعمال مثل إعداد مراسلات، تلقي وإرسال مكالمات هاتفية، حفظ مستندات، تنظيم وإدارة مواعيد مكتب المدير أو الرئيس واستقبال الزوار وما شابه، نسخ مراجعين، تنظيم مواعيد، حفظ مستندات، تنظيم فينا نقول اجتماعات، استقبال وإرسال مكالمات هاتفية. هاي لو ما تسمت سكرتارية أو ما تسمى سكرتير أو ما تسمى مدير مكتب، هو عم يقوم بهالوظيفة. أوكي، سماه أوفيسر، سماه إداري، سماه في أحيانا المنظمات قصدها ما بتسمي سكرتارية. هي الوحدة التنظيمية التابعة لمدير الإدارة، فينا نسماه المدير العام، تمام، أو مدير قسم. مهمته تحرير المراسلات، إعداد تقارير، معالجة البريد الوارد والصادر، تنظيم الأرشيف. مجموعة من المهام اللي تعين القيام بها لمساعدة المدير على تحقيق أهداف المنظمة. هي أربع تعاريف مرادفات للسكرتير أو للسكرتاري. أي تعريف منهم عرفته بيكون ممتاز. طيب مين هو السكرتير؟ حكينا عن السكرتارية كوحدة إدارية. هلأ السكرتير الموظف اللي بيتولى القيام بمهام السكرتارية، بمهام الأعمال الإدارية اللي أعطاه إياها مين؟ مديره المباشر من قبيل حفظ الملفات، المعلومات، الأرشفة، ترتيب المواعيد، تنظيم السفريات. نفس الكلام بقى عم نحكي على شو؟ تطبيق أعمال السكرتارية. بتمتع أيضا بصفة المدير أو الرئيس وبيحفظ الأسرة. طيب شو التعريف اللي بدي اياكم هيك تحفظوه؟ تمام، هو تعريف جمعيه السكرتيرين المحترفين الدوليه السكرتير. تمام، هي جمعيه هيك كل السكرتاريا مع بعضهم عاملين جمعيه اسمها جمعيه السكرتيرين المحترفين الدوليه. عرفوا مساعد اداري، مساعد اداري، نائب اداري، يتقن مهارات اداريه ويظهر القدره على تحمل مسؤوليه دون الإشراف المباشر، دون المتابعة. لأنه إذا المدير وبدي يتابع الصغير والكبير بالأعمال السكرتارية، ما بقى بجيب سكرتير ويتمتع بالقدرة على التصرف والمبادرة، هيك سميناها في بين قوسين الجوكر المؤسسة، ويتخذ قرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة له. هذا تعريف جمعية السكرتيريين المحترفين الدولي. في تعريف ايضا حلو اللي هو تعريف قاموس معروف ويبستر للسكرتير، دل على ثلاث معاني. المعنى الاول على المكان اللي يزاول فيه سكرتير اعماله المكتبيه، قالوا هذا هو السكرتاري. تمام، ايضا كلمه سكرتير بتدل على الموظفين المكتبيين اللي يعني اداره بالجهه اللي نحن عم نتبع لها. ايضا تستخدم كلمة سكرتير لتدل على الشؤون الادارية في المنشأة. طيب الادارة المكتبية، الادارة المكتبية اللي حنتقل عليها ان شاء الله بعد الصلاة باذن الله. استراحتنا 12 دقيقة كالعادة. هلا بعطيكم رابط المجموعة ان شاء الله. برجع اتذكر ان هي رابط هي المجموعة اللي احنا مجموعة التواصل، هي مجموعة غير تابعة لرشد، لأنه شفت في أخوة عم يطلبوا من الأخوة برشد أني يبعثوا لهم. وقفت الكاميرا الأولى، نقلت على الكاميرا الثانية. يبعثوا لهم الرابط. هي المجموعة غير رسمية، تمام، نحن بس للتواصل بين بعض. تسجيل الحضور مجرد انت موجود على الزوم، الزوم لوحده بياخذ الحضور، بس اكتب الاسم بشكل صحيح. طيب خلونا نبلش بالاستراحة. هلا الساعة 8 و10، يعني لل 8 و في اخوي صايمين ما تنسونا من دعائكم. 8 ونص الى 5، صح؟ 8 ونص الى 5.
8 ونص الا 5 ان شاء الله. بنرجع 8 ونص الا 5 باذن الله. رح شغل عداد الوقت. الله يعطيكم العافية. بعد استراحة الصلاة رح نكمل مع تعريف الإدارة المكتبية. هي نشاط بتوجيه، هي النشاط الخاص بتوجيه ورقابة الأفراد القائمين بإيش؟ بتجميع البيانات والمعلومات، تجهيزها وتسجيلها ونقلها للمستفيدين منها. حسب بقى مين الجهة المستفيدة، هي قسم، هي الإدارة العليا منها، وحفظها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهداف المنظمة. شو هدف الإدارة المكتبية؟ هي الإدارة المكتبية فرع من فروع الإدارة، بتساهم فينا نقول رفع الكفاية الإنتاجية بالمنظمة من خلال سياسات ونظم العمل، من خلال آلات تأمين الآلات والمعدات المكتبية، تأمين مكان ملائم للعمل، فينا نقول موظفين بتمتعوا بالكفاءة العلمية والعملية، أيضا توفر وسائل الإشراف والرقابة. عادة الإدارة المكتبية وموظفي الإدارة المكتبية في نقول جزء كبير من عملهم أو دائما بيكون من أهم أعمالهم هي وضع التقارب وإمداد الإدارة بمدخلات الخاصة بالتطورات الحادثة، المواضيع متعلقة بالسياسات، تطوير الإجراءات، مواضيع متعلقة ممكن حتى الدعم شبه القانوني أو صياغة مراسلات، بيشتغل بالمراسلات متعلقة بالإدارة وجدولة المواعيد أو غيرها من المهام. طيب شو مهام مدير المكتب؟ أهم المهام لمدير المكتب فينا نقول قيادة فريق من السكرتارية، من قسم السكرتارية، أوكي؟ من قسم فينا نقول نسماه الشؤون الإدارية. بيتولى أيضا توزيع المهام داخل القسم كمدير مكتب، وتلقى دائما على عاتقه المهام الأكثر فينا نقول تعقيدا، من مهام وظيفة إدارة المكاتب هي مزيج طباعة، إدارة سجلات، إدارة نماذج إلكترونية وغير الإلكترونية، إدارة حتى إذا كان ما في قسم متعلق بالمنح، إذا كان منظمة غير حكومية، إدارة المكاتب أو مدير المكتب ممكن يقوم بموضوع المنح اللي هو الجرانتس مانجر، فممكن يكون يقوم بهالدور. إذا كان أعماله كمان متعلقة في إدارة الموارد البشرية كمان بيكون ممكن يكون دوره متعلق ببعض مهام الموارد البشرية، اتصالات تكنولوجيا المعلومات، مراقبة إدارة الصحة والسلامة داخل مكتب العمل، مساعدة كبار المديرين في تحديد احتياجات مثلا الصحة والسلامة المهنية داخل أقسامهم، تحمل مسؤولية المتابعة اليومية للأعمال، تنسيق مع كبار المديرين للتأكد من توفر المعدات مثلا التقنية لكادر المنظمة، القيام بأعمال، لما بقول منظمة ما قصدنا فيها منظمات الـ NGO اللي هي المنظمات الغير الحكومية بس، قصدنا فيها المدرسة، الشركة، الجامعة، كل شيء خاضع للتنظيم، قيام بأعمال التخطيط والتشاور، أيضا بحركة التنقلات المكتبية بين الوحدات الإدارية المختلفة. طيب شو الفرق بين الإدارة المكتبية والسكرتارية؟ اثنين نفس الشيء؟ أمجد عم يقول لا. عمر عم يقول لا. إدارة المكتبية جزء من مهام السكرتارية. والله يا أمجد عكسته، تمام؟ الإدارة المكتبية أعلى من السكرتارية. مدير المكتب ممكن هو يدير، هلأ
ممكن مدير المكتب يكون أعماله جزء من أعماله هي مهام سكرتارية، بس هو فينا نقول إذا حطينا هيكل تنظيمي هو مدير قسم السكرتارية. أوكي، هاي نحطها ببالنا. طيب شو طبيعة الوظائف بالنسبة للإدارة المكتبية؟ نحن إذا كان عندنا شركة وهي الشركة عم تنتج سلع وعم تقدم خدمات للجمهور، فينا نقول الإدارة المكتبية عملها أو السلعة بتقدمها هي خدمة الإدارات الأخرى، تمام؟ مساعدة الإدارات الأخرى لحتى تؤدي الواجبات المختلفة. أوكي، المكتب فينا نقول الشؤون الإدارية بتزود الإدارة العليا بالتقارير والسجلات، بتساعد على تحسين إدارة الإنتاج وتخفيض التكلفة، تخفيض الكلف، تخفيض النفقات. شو أهمية الإدارة المكتبية؟ تحقيق الأهداف من ناحية إدراج الأهداف، مساعدة الموظفين على إدراج أهدافهم وتوجههم لحتى يقوموا بتحقيقها، بتساعد استخدام الأمثل للموارد من ناحية استخدام الأمثل لنقول للتكنولوجيا، استخدام الأمثل للأوراق، استخدام الأمثل لموارد منظمة، الأحبار وما شابه، تعمل تقليل تكاليف من ناحية ما بتقدر الإدارة المكتبية الجيدة تقوم بخفض أي تكاليف إلا من خلال مشاركة في نقول منظومة المنظمة بشكل كامل. أيضا بتساعد في التدفق السلس للعمل من خلال تبسيط الإجراءات بالتعاون مع الأقسام، في نقول الأقسام الإدارية الثانية وأهمها قسم الموارد البشرية، قسم في نقول الجودة. خليني بس حطها على هالبون أقرب اللون الأحمر. طيب شو أهداف الإدارة المكتبية؟ شو أهداف السكرتار؟ محمد عم يقول تقارير مبيعات ممكن يكون إذا كان في قسم للمبيعات فبيكون هون أعمال إدارة المبيعات، بدي يرفع التقارير ممكن للسكرتارية أو للإدارة المكتبية أو لمدير المكتب، وممكن هون بقى يتابع مدير المكتب معهم وبعدها يرفعهم مثلا للإدارة العامة. مهند عم يقول الإدارة المكتبية سلطة تخطيطية والسكرتارية السكرتارية التنفيذية. السكرتارية التنفيذية هي السكرتارية بشكل التقليدي ما لها عندها سلطة تنفيذية. ما نخلط بين في أنواع للسكرتارية، رح نيجي لسه ما حكينا عن أنواع السكرتارية. الربط بين الإدارة المكتبية والسكرتارية على أرض الواقع بتشوفه مثل المدير، ممكن يكون السكرتير التنفيذي أو المدير الإداري، تمام؟ هذا هو الربط على أرض الواقع، هو الصلة بين الأقسام، بين بعض، والصلة بين هالأقسام فينا نقول والإدارة العامة. مدير الإداري ممكن يكون مثال إدارة المكاتب، إدارة المكاتب هي أوسع من السكرتارية. لحتى نفهم الإدارة المكتبية لازم نفهم شو أهداف الرئيسية ومدى أهميتها، وبعض الأهداف الإدارة المكتبية مثل ما قلنا جعل سير العمل يكون أكثر سلاسة من ناحية ضمان مثلا نقول التواصل الجيد بين أعضاء المنظمة أو بين أقسام المنظمة المختلفة، وأنه هالمهام عم تتنفذ فعلا بكفاءة وفعالية، ضمان أن يكون في تعاون تنسيق لحتى نقدر ننجح وفينا نقول نتوسع، ضمان أني الأهداف أن يكون عندي اختراعات ابتكارات دائما لحتى أنا أرفع مثلا نساعد على زيادة الكفاءة، نساعد على النمو لحتى أقدر أنا هالكوب اللي عم انتجه اليوم بدولار انتجه مثلا نقول نص دولار، ناحية تخفيض التكلفة والمجهود وزيادة الانتاجية واستخدام فينا نقول التكنولوجيا. ايضا بتساعد الادارة المكتبية من ناحية خاصة من ناحية تبني ذكاء الاعمال بالمنافسة بالسوق،
أيضا ممكن تؤدي الإدارة المكتبية بفضل استخدام الموارد لتقليص النفقات. لما بتقلص النفقات رح تزيد الأرباح، حتى ممكن يزيد مع موضوع تزيد الجودة. أيضا تساعد الإدارة المكتبية على غرس فطنة القيادة في قلب أي مؤسسة، والقيادة السليمة بتساعد في دفع العمل للأمام أفضل القدرة. طيب شو الفرق بين السكرتير والطابع، بتسموه الطابع أو الكاتب؟ بتسمعوا في كاتب بشركة، هاي بالوظائف الحكومية بتلاقوها أكتر خاصة القديمة. مين عنده فكرة؟ السكرتير أوسع أشمل من الكاتب. صح، السكرتير بالمعنى العام بيقوم بالأعمال، فينا نقول لدرجة إدارة المكاتب، تمام، إدارة المكتب، وبالإضافة لأعمال الكاتب. السكرتارية الحديثة ما بس موضوع من قبل الكاتب كان هو اللي بيكتب على الآلة الكاتبة، إذا بيطلع من المسلسلات هذا السكرتير، كمان السكرتيرة قاعدة عم تكتب له الخطاب أو نقول التقرير عم تكتبه على الآلة الكاتبة، صح؟ يوم لا، بتشتغل كمان عنده أعمال مكتبية، عنده أعمال مكتبية بالإضافة إنه هو عنده مهام مثل تنظيم مواعيد الاجتماعات والرد على المكالمات الهاتفية. لهيك قلنا في الجزء اللي متعلق بإدارة المكاتب هو أعلى من هالأمر، رايح على المهام الإدارية أكتر. طيب شو رأيكم بعبارة كل سكرتير هو كاتب؟ أو ليس كل سكرتير هو كاتب، صح ولا خطأ؟ هم قال مهند العبارة اللي قلتها أنا الغلط. أنا اللي شو قلت؟ قلت ليس كل سكرتير هو كاتب، لا، كل سكرتير هو كاتب، لكن ليس كل كاتب هو سكرتير. اوكي، طيب شو موقع الإدارة المكتبية والسكرتارية بالهيكل التنظيمي؟ مين سمعان بشيء اسمه المركزية الإدارية ولا مركزية الإدارية؟ مين بيحكينا عنه؟ أمجد تحكينا عن السكرتار، على المركزية الإدارية ولا مركزية الإدارية بشكل صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يسعد مساكم جميعا. الله يعافيك أستاذ. الله يعافيك يا رب. المركزية إن هو عبارة عن الإدارة بتكون متركزة في مركز واحد، يعني شخص واحد، ولا مركزية؟ أما اللامركزية فهي بتكون إن في مدير عام وتحته عدة إدارات، فهو عنده الصلاحيات ينفذ الخطة اللي بحطها المدير. طيب حلو، خلونا ناخذ كمان مرة. تفضلي مرة. هلأ بالنسبة للإدارة المركزية أو اللامركزية، هي بتعتمد على نوع توزيع الإدارة. في إدارة هرمية، في إدارة بيكون فرعية متفرعة تحت كل مكتب، في إدارات مختلفة وكلها متصلة بالإدارة المركزية. تمام، نحن نحكي بس بشكل عام لو سمحت، ما معنا وقت كتير نفصل. تمام، بشكل عام أنت لما تسمعي مركزية شو يعني؟ مروة، أستاذة مروة، هلا المركزي بيكون في شخص واحد هو المسؤول بالنهاية على اتخاذ القرارات والتوجيه وإعطاء التوجيهات والإرشادات للمكاتب اللي بتكون فرعية تحت اسمه. أما اللامركزي فبيكون، عفوا، بيكون بالمركزي بيكون لكل فرع مدير، هذا المدير مرتبط مع مدير عام، تمام. اما اللامركزي طيب، فالكل متصلين بشخص واحد. هيك حلو. بس بدي اسالك سؤال، هو عم يقطع صوتي شيء؟ لا لا، صوتك كثير واضح، لاني عم احس كانه عم يقطع الصوت. إيه، صوتي عم يقطع عندك؟ لا لا، واضح، امور تمام على عيني. في استاذ صالح، تفضل اذا كان ممكن خلال نص دقيقه، تفضل تعليقك. هلا هي بتعني انه تدفع لإدارة معينة، ان كان اقسام او كانت مكاتب معينة، فبالنهاية في هيكل تنظيمي، الادارات هي كلها بتدفع لها ضمن تسلسل اداري. اما اللامركزية فهي مكاتب ممكن تكون مختلفة او
طيب طيب شو هي مزايا المركزية برأيك؟ المركزية مزاياها بتكون قرارات صارمة، بتكون في رقابة أعلى غير اللامركزية. اللامركزية ممكن تكون رقابة أخف على المراكز أو المكاتب البعيدة أو المنشآت البعيدة. شو رأيك إني ممكن أقول إن هي الاستفادة من أوقات الموظفين وجهدهم لحتى ينجز العمل من خلال الرقابة بسرعة وسهولة؟ ممكن نقول المركزية هي بتفيد بكثير أمور، يعني ممكن تكون ممكن نقول مقارنة بين إنتاجية الموظفين، وضع سياسات عادلة للرواتب، ويكون في نظام للترقية والمنح المكافآت التشجيعية حسب الأعمال، أو مثلا ممكن تعيين مشرف على كل عدد، يعني عدد من الموظفين، المرشد أو المشرف فينا نقول بيراقب أعمالهم. هالأمر هالإشرافي أو الدور الإشرافي ممكن يعزز أو يزيد إنتاجية هالمجموعة الموظفين، أو حتى ممكن نكون نقول بالمركزية، لما يكون في مركزية الموظفين القدامى بينقلوا خبراتهم للموظفين الجدد أو المبتدئين. هالشي فينا نقول بيساعد الموظفين المبتدئين لحتى يكتسبوا خبرة أكثر. كمان فينا نقول المركزية بتساعدني على تقليص أو تخفيض النفقات. آخر شيء ممكن أقول تسمح بتطبيق مبدأ التخصص تقسيم العمل. أنا قطعتك شوي سامحني، شو رأيك باللي ذكرته من المزايا اللي تكلمت عنها من مزايا المركزية؟ لا، المركزية لها مزايا وسلبيات، ولا مركزية كمان نفس الأمر. هلا المركزية من مزاياها إنه هي بتدفع لجهة معينة، تكون مثل ما حكيت إنه ممكن الموظفين الجدد أو يتدربوا هن بالنهاية ضمن هيكل تنظيمي واضح، ممكن نقول السياسات واحدة. طيب هي تراتبية طبعا السياسة، بس السياسة واحدة. أما لا مركزية فممكن يكون في اختلاف السياسات ضمن الأفرع من هذا الباب. بس من مزاياها كمان إنه ما بكون في تضارب، ممكن الطاقة الإنتاجية بتكون أعلى ضمن الفروع لأنه هي لا مركزية، فما في داعي تستنى أي قرار أو أي شيء لحتى يطلع للإدارة العليا لحتى يرجع لعندي. صح، في مزايا وفي سلبيات. تمام، فينا حتى نقول المركزية هي ما متصور، في ناس متصورة، طبعا هو متعلق كمان بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، هي ما متصورة انه نحن بكل الصغيرة والكبيرة نرجع للإدارة العامة للمدير العام لحتى نتخذ قرار. مركزية هي بتقول انه نحن نجمع الأعمال المتشابهة مع بعض في إدارات متخصصة. هيئة الإدارات بتقوم بتزويد جميع الإدارات المنظمة بالشيء بتحتاجه من خدمة. طيب شو عيوب المركزية؟ حكينا عن المزايا نحن، طيب شو عيوب المركزية؟ البطء في تقديم الخدمات من الإدارة المركزية للإدارات الأخرى، تحميل مسؤول في الإدارة المركزية وموظفين أعباء كثيرة، صعوبة عملية الاتصال بين مدراء إدارات ومدير إدارة الخدمات، الشيء ممكن يأجل اتخاذ القرار، تقليل أهمية دور الموظفين في اتخاذ القرارات. أيضا لا تستطيع الإدارة المركزية القيام ببعض الأعمال المتخصصة وذات الطبيعة السرية. طيب شو الظروف ممكن تنجح فيها الإدارة المركزية؟ في حال تفاوت الطلب على الخدمات المساعدة بالإدارات، في حال صعوبة الإشراف المباشر على الخدمات المساعدة من قبل مدراء الإدارات، في حال عدم الاستغلال الكامل لأوقات الموظفين اللي بيقوموا بالخدمات المساندة أو المساعدة. طيب شو يعني لا مركزية؟ اللا مركزية الإدارية هي إلحاق، هي إلحاق الموظفين اللي بيقوموا بالخدمات المساعدة بالإدارات اللي تحتاج خدماتهم، مثل موظف مثلا بإدارة مشتريات، مثلا هالموظف يكون فرضا سكرتير، تمام، مساعد إداري فرضا، تمام، او موظف بإدارة المشتريات فرضا يكون امين مستودع فرضا، تمام. فهون انا بكون عم اعزز شو اللامركزية. شو مزايا اللامركزية؟ خفف الشكوى، لان يكون انا اشتغلت على الجودة. ايضا يمكن الادارات المختلفة مراقبة نشاط الخدمة المؤدى لألا، ممكن الإدارات تقوم بمراقبة نشاط الخدمة المقدم لألا وتعطي
حسب الخدمة الإجور، حسب الخدمات المقدمة وثمن الأدوات اللي ممكن أخذته. إتاحة الفرصة للأفراد للتفاهم وتكوين علاقات وفرق بين بعض، تضمن أيضا اللامركزية، سرية وسرعة الأعمال المكتبية. اتباع اللامركزية أيضا بيساعد على تفويض السلطات ومشاركة الموظفين في أعمال، وفينا نقول تعزيز التعاون. أيضا اللامركزية بتضيق نقاط الإشراف لمدير المكتب، الشيء بيوفر وقت وجهد. اللامركزية أيضا بتساعد على زيادة اتخاذ القرارات في مستويات إدارة الدنيا. شو عيوب اللامركزية بشكل موجز؟ فينا نقول كمثال مثلا رئيس قسم يصبح مسؤول نحو مدير إدارة الخدمة أو المدير التنفيذي، تمام؟ تطبيق التوسع في اللامركزية قد يتعدى الحدود الخاصة بالتوفير. هون المثال اللي أعطيناه هون ممكن رئيس قسم مثلا مدير إدارة الخدمة بتأدي تقسيم واضح في مسؤولية الخدمة، اللي هو ممكن يصير في تضارب مصالح بين الأعمال. جميلة بس ممكن تسكري المايك يا أخت جميلة، هاي سكرته من عندي. تطبيق أيضا تطبيق والتوسع في اللامركزية ممكن يتعدى الحدود الخاصة بالتوفير في الوقت وتكاليف وتحسين جودة الخدمات. تشتت ولاء قسم الخدمة بين إدارة الخدمة وبين إدارات التنفيذية اللي ممكن يسبب ظهور شيء اسمه تنظيم غير رسمي داخل المؤسسة، يصير في ولاءات. هاي الولاءات ممكن تسبب عدم استقرار بالعمل وعدم والتأثير نفسي على الموظفين. هلا فينا نقول مواضيع متعلقة بالمركزية واللا مركزية، فينا نقول هي وقفة إدارية ما أكثر حبينا نحكي عنها. شو أنواع السكرتارية حسب معرفتكم؟ شو أنواع السكرتارية؟ سكرتارية تنفيذية، حلو. سكرتير خاص، سكرتارية خاصة وعامة، حلو. هلا نحن رح ناخذ على سلايد، تمام، وناخذ تاسك اللي هو واجب. بدنا نعرف السكرتير الخاص شو أعماله، السكرتارية المتخصصة شو أعمالها، والسكرتير العام شو أعماله. إذا بنعرف السكرتير الخاص هو الموظف اللي بيتم بيختاره المدير من قسم السكرتارية أو من فينا نقول من جهاز السكرتارية لتنظيم العمل ضمن مواصفات معينة نظرا لثقة رئيسه به والكفاءة وإخلاصه في العمل. ليش عم نقول قسم؟ لأنه انت لما بتكون انت عندك منظمه فينا نقول 500 موظف، غير لما تكون موظفه منظمه فيها 20 موظف. ايضا سكرتاريه متخصصه، في سكرتاريه احصائيه، في سكرتاريه تعليميه، سكرتير تعليمي. بدنا نعرف شو يعني سكرتير طبي، سكرتير قانوني، من هذا السكرتير القانوني، سكرتير زراعي، سكرتير مالي. هي سكرتاريا شو تخصصية، سكرتير متخصص. واضحة فكرة الفرق بين الخاصة والمتخصصة؟ العامة من اسمها فهي بتشتغل بالتقسيمات الإدارية في منظمة وبتختص بالتركيز عن خدمات المكتبية اللي ممكن تنطلب منها، طبعا مثل المراسلات والمحفوظات والنسخ والتصوير. ثلاثة اسماء انا جاوبت على سؤالك، قلت لك مدير المكتب، مدير المكتب ممكن يكون عنده اعمال سكرتارية جزء من اعلى، بس مدير المكتب كتسمية هلا ممكن يكون انا سماه مدير مكتب بس جوب ديسكريبشن له وصف الوظيفي نفس الامر، اوكي. طيب شو أهمية السكرتارية هون بالنسبة للأنواع الثلاثة اللي تكلمنا عنها؟ السكرتارية الخاصة بتخدم ممكن رئيس المنشأة، مين رئيس المنشأة؟ ممكن يكون رئيس جمهورية، ممكن يكون وزير، ممكن يكون رئيس هيئة
رقابة والتفتيش، مثلا سكرتارية مثلا مدير العام، سكرتارية مجلس الإدارة، العاملون بها السكرتارية، السكرتارية الخاصة بيطلق عليهم هون سكرتير خاص بمين؟ بالوزير، سكرتير خاص برئيس الجمهورية، سكرتير خاص برئيس مثلا رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، هذا سكرتير خاص، كلمة خاص إلى مضاف إليه، يعني بتتبع لشيء. لمين خاص؟ سكرتارية فنية تخصصية، لهيك اسمها سكرتارية متخصصة، أو في ناس نسمى سكرتير الفني، سكرتير مثلا صحفي، سكرتير إحصائي، سكرتير طبي، سكرتير حقوقي. هذا السكرتير فينا نقول أعماله ممكن يكون محامي، سكرتير للأمور القانونية، فينك ممكن يكون نسماه مستشار، أوكي؟ ونحط بالجوب ديسكريبشن له هاي الأعمال اللي هي متعلقة في هالأمر، الأعمال السكرتارية نقول المتعلقة بالأمور القانونية مثلا، سكرتير الاجتماع، أوكي؟ لهيك شفنا بوزارات بيقول لك سكرتير أول، سكرتير ثاني، سكرتير ثالث، حسب بقى الهيكل وطبيعة عمل هالوزارة أو هالمؤسسة أو هالمنظمة. السكرتارية عمل الرئيس سواء كانت خاصة أو عامة أو فنية حفاظ على إصرار العمل والعاملين. السكرتير الخاص اللي هو ممكن يكون مع رئيس الهيئة أو رئيس الشركة رح يكون أكيد ملم بكل أسرار بأدق التفاصيل وأسرار المهنة وأسرار المنظمة أو أسرار الشركة، فهون لازم يكون أمين وقادر على التعامل أيضا مع مختلف المشاكل. السكرتير الفني مثل السكرتير مثلا الاجتماعات يطلع بطبيعة الحال على أهم موضوعات ممكن يكون مناقشته بهالاجتماعات. آخر مرة بحكي عن أنا بدي أضطر حط المايك. طيب هلأ نبهت قبل شوي على موضوع أنه ممكن ينفتح المايك من دون ما الواحد يحس، تمام؟ فديروا بالكم خاصة الأخوات، أوكي؟ خاصة الأخوات. السكرتارية تمام مع خليني بس كفي الفكرة هون بالنسبة للاجتماعات. سكرتير الاجتماعات عم يحضر هي الاجتماعات مع الأقسام، عم يحضر خطة المبيعات، عم يحضر خطة للتسويق، فهو ياما في شركات بيكون يعني بخطأ، تمام؟ هي السكرتيرة أو هذا السكرتير أو المدير المكتب راح حكى وهي الكلام انتقل للشركة المنافسة فسبب أضرار غير متوقع من ناحية إيش الكلام ممكن إزاي. فالحفاظ على سرية البيانات الأمور سواء الكترونية ولا ورقية هذا موضوع مهم. طيب السكرتير العام أو الأمين العام مثل ما نسمع ومنعرف إنه في عندك سكرتارية عامة ممكن لمنظمة، سكرتارية أكبر منظمة عالمية الأمم المتحدة، في عندك السكرتير العام للأمم المتحدة اللي بيطلع بين يومين وثلاثة بيطلع لك بتصاريح ما بت فينا نقول ما بتعادل الحبر ينكتب فيها. المهم يتاح له أيضا اطلاع على كافة ملفات العاملين وأسرارهم ما يصدر عنهم أو ضدهم من تصرفات تؤثر ممكن على حياته. فكالسكرتير بصفة عامة سواء كان سكرتير خاص أو فني أو عام بيتدرج في المناصب حتى يصل إلى سكرتير عام أو مدير مكتب. هو وظائف السكرتارية. هلا هذا فينا نقول ستاندرد معالجة البريد الصادر الوارد، بتعرفوا استقبال الزوار، رد على الهاتف، اعمال الطباعة، الحفظ والتصنيف، تجميع المعلومات واصدار التقارير، هاي الكل بيعرفه. بس اذا نحن بنجي على التفاصيل بنشوف طبعا هاي الوظائف يعني فينا نقول ممكن تلاقي انت مراجع تاني ضايفين او حاسفين بعض المراجع، اوكي؟ او بعض الوظائف. خلينا نصوت على دقيقتين
ممكن يداخل معنا. اينو اهم وظيفة بتلاقوها هي الاهم؟ شو رأيكم نعمل تطبيق عملي، ناخد كيف ممكن نعمل حرض القنية، خلونا نعمل تطبيق عملي نحن بالدورة من اعمال السكرتارية. فرضا انه نحن نعمل نموذج، تمام؟ مين بيعرف يعمل نموذج على جوجل فورمز؟ خلينا نعمل تطبيق عملي. هاي النموذج رح ياخذ معنا دقيقة واحدة. واحد مروة، مروة انت اختصاصك اي تي، يعني شيء طبيعي تعرفي تعملي، انت بتبرمجي النموذج ما طيب. بروح انا على جوجل درايف، تمام؟ هذا ابسط نموذج، الكل عنده بريد جيميل، اوكي. بروح بعمل انا فولدر، تريدوا نعمل فولدر جديد في نعمل، هاي مجلد جديد، شو بنسمه؟ مثلا نسمه سكرتاريا، اوكي. او استبيانات، قلت له انشاء، اوكي طلع عندي. ممكن انت كمان بالفولدر الرئيسي، ملفات رئيسيه، ترجع وتعمل فولدر بنفس الطريقه، ما في مشكله. بس انا ما بقدر ارجع على الفولدر الرئيسي لانه في امور خاصه بشغلي. طيب رحت على الاستبيانات، دخلت هيك، لازم يكون عامل. كيف بدنا نعمل الفولدر؟ الفولدر بعمله هون مثلا، هي استبيانات ناقصه هون، هي استبيانات. بس هلا شكله النت قطع. طيب هي استبيانات، بدي احذف هي الاستبيانات، هي ازاله، كبس الزر جديد. انا الفولدر اللي هو السكرتاريه التنفيذيه واداره المكاتب، قلت له مجلد، كتبت استبيانات. هلا ما العمل على الشاشة، لازم يكون عمل على الشاشة، لازم تكونوا شايفيني هلا. الصورة سيئة. طيب ها، هي ستوب، وهي بنرجع نعمل شير مرة ثانية. هلا هيك لازم تكونوا شايفينها، تمام. رحت على الاستبيانات، زر الفار اليميني، ورحت على شيء اسمه نماذج. شو اسمه؟ نماذج. لهون هلا بلش عدوا لي وقت، تمام؟ عدوا لي وقت. رحت لهون، رحت على وظائف السكرتارية، نسخت الرابط، لصقته، هي وظائف السكرتارية. بريد الكتروني ما بدي اجمع بريد الكتروني لانه هذا تدريب، فبروح لهون وبشيل هذا الخيار. هلا الكل بيقدر شو يعمل؟ يشارك بهذا الاستبيان، بحط حفظ، اوكي. شو السؤال؟ السؤال برايك ما هي الوظائف الأكثر أهمية لأعمال السكرتارية؟ بكتبوا للسؤال، ها؟ رحت ولسقتهم هون. ما هي الوظائف الأكثر أهمية للسكرتارية؟ اللي هي مثلا إدارة المكاتب، الأعمال المكتبية، أعمال المكتبية، أي وظيفة من الوظائف. هون خيارات متعددة، لاحظوا هون في عندي خيارات متعددة، في عندي مربع اختيار. شو الفرق بين خيارات متعددة ومربع الاختيار؟ هو ممكن إنك بالخيارات متعددة، مروة تفضلي تحب تجاوبي على الخيار. الخيارات لسختوا النسخ، لسختوا النسخ بس. خيار واحد، تمام. هون لو رحنا عملنا ارسال، ممكن انك تستعرضهم بهذا الزر هون، معاينه، هي معاينه. ما فيني اختار الا خيار واحد، فهون انتم بتقدروا بس فقط على خيار واحد. انا لا، بدي اياكم شو تساووا؟ بدي اياكم اكثر من سؤال، اكثر من خيار، بحق لكم تاخذوا. ان شاء الله ممكن شخص يكون شايف ال 16 خيار كلهم مهمين، فمن حقه يعبيهم كلهم. فأنا بقول هون وبقول له مربع اختيار، إنه بيقدر يختار أكثر من خيار. هاي رح أعمل له معاينة،
بعمل تشيك 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 على الكل وبقول له ارسال. هلا اذا قلت له ارسال لحظه رحت لهون عطاني ردود فبيعطيني تقييم، بدي احذف هذا الرد باعتبار انا ما بصير شارك. ها بقول له حذف جميع ردود، بقول له حسن. طيب بدي شير هالتدريب، طبعا انا مجرد حطيت هون بعطاء اخذ فورا وظائف السكرتاريه. ارسال هون في عندي الرابط وبقول له تقصير عنوان يو ار ال، هذا يو ار ال اللي هو الرابط ويب سايت، بقول له نسق، بروح على تشات وبلصقه. تفضل اعطونا شو هي اهم اعمال السكرتاريه حسب وجهه نظركم. هلا الردود شو رح تصير؟ بس حدا اعطى رد واحد اوتوماتيكيا داشبورد رح يظهر تغير الردود. تفضلوا معكم دقيقتين. لاحظوا في رد، اختار اكثر من خيار، ما تعجلوا لانه الخيار لازم يكون الواحد يفكر قبل ما يرد. نحن معنا 60 مشارك، وصلنا تقريبا لنص 30 من وقت. هاي كمان للاخوة اللي بيحبوا القهوة كمان مشان ما نزعلهم، جبنا قهوة كمان. ما فتح الرابط على الكروم، ببعثه على المجموعة نحله. بعتوا على المجموعة الواتساب. ثمانية وعشرين. خديجة بعتوا على الواتساب، فينك تفتحها من الواتساب. المشكلة من عند حضرتك نسخة الزوم حدسية، بعتقد هذه هي المشكلة. صار معنا 33. لاحظوا اني حسب ارائكم اكثر شيء هون هي تنظيم مواعيد المدير العام. اوكي رايح على تنظيم مواعيد المدير العام، تيجي بعدها 22/22 في عندنا تنظيم الاجتماعات. هون عندي خيار كمان كان اخذ اعلى شيء هو اعداد تقارير الاحصاءات. حلو، هلا هذا الكلام وين بيوديني؟ بيوديني على المهارات والكفايات اللي لازم تكون عند السكرتاري. اوكي صار معنا 39، يعني هون بقى النتائج بقى الاغلبيه اقل شيء اخذت هي تجهيز الاجهزه المكتبيه، مع انه انا بشوف احيانا مهمه هذه بالنسبه للاعمال المكتبيه. اذا ما كان في عندك، لو كان في قسم اي تي ممكن يكون هاي الأعمال إذا بيكون مع السكرتارية بيكون بعتقد أفضل، لأن جماعة يجوز لازم تفتحي كاسر بروكسي. لا ما بده كاسر بروكسي، لو كنت بسورية ما بعتقد بده كاسر بروكسي. ليش هذا رابط جوجل فورم؟ ليش كاسر بروكسي بسورية؟ الجوجل فورمز بده كاسر بروكسي؟ يا سلام، والله هي معلومة جديدة. والله هي معلومة جديدة، خدمات جوجل بسوريا شبه معذورة.
والله إذا كان وصلنا لخدمات جوجل منعت وقفت والله إن الله وإن الرجل. طيب هي في مواقع تانية غير جوجل بتعطيك شو اسمه بتعطيك نفس الخدمات وبتعطيك نفس ال في عندك بكرة إن شاء الله حيكون في عندنا محور حول مواضيع جمع البيانات تحليل البيانات محاضرتين ممكن نتكلم بشكل موجز على الموضوع. طيب خلونا نروح على كيف بتريدوا يبقى معنا الوظائف السكرتارية للجلسة القادمة. الكوبو تول بوكس بيعطيك هالخيارات وفميزات ما موجودة حتى بالجوجل فورم. بتحبوا نخلص اليوم وظائف السكرتارية بس هيك بدنا نوجزهم بإيجاز، ولا ممكن للجلسة القادمة تبحثوا انتوا عن وظائف السكرتارية وتكون كمهمة؟ كيف بتريدوا؟ طيب إذا ممكن تاخذوا لقطة شاشة هون في عندي 16 محور، تمام 16 محور اللي هي معالجة البريد الصادر الوارد، معالجة الاتصالات الهاتفية، إعداد المراسلات، تنظيم الاجتماعات، تنظيم مواعيد المدير العام واستقبال زوار المدير العام، ترتيب السفريات، تنظيم محفوظات الإدارة، متابعة أعمال الإدارة وتنسيق الحصول على متطلبات الإدارة، استخدام تطبيقات الحاسب الآلي واستخدام الأجهزة المكتبية وتجهيز الأجهزة المكتبية وشو هي الأجهزة المكتبية عم نحكي عنها، اهتمام بتطوير القدرات، إعداد تقارير الإحصاءات الخاصة بالإدارة وإنشاء الأعمال المتعلقة بشؤون العاملين. هذا المحاور 16 مهمين جدا، وهي المحاور اللي هتهمنا الأمام أيضا مواضيع كنا محضرين موضوع استرسلنا شوي بالجلسة الأولى لهيك ما بقي معنا وقت لنخلصه، ما في مشكلة معنا إن شاء الله وقت. كنا محضرين هون بعد وظائف السكرتارية شو مؤهلات السكرتارية كمان ممكن تحضروها، في عنا صفات شخصية، صفات علمية وصفات فينا نقول عملية، مهارات عملية. خليني اشوف رأي الأغلبية. والله الأغلب الأحسن يا أستاذ عمر مشان نمشي الجلسة القادمة بشكل أسرع هو إنكم تبحثوا عنه بإذن الله إن شاء الله. طيب باعتبار الأغلبية للجلسة القادمة أوكي رح نشتغل على هالمحاور، حبعت لكم يوم عن مجموعة كتاسك إن شاء الله. وكتاسك تاني شو أهم صفات السكرتير الناجح؟ أوكي هلأ إذا كانت الأمور تمام حطونا خمسة، وممكن يعطي مداخلة صوتية معنا يوجز محاضرة اليوم بشكل مختصر. أستاذ عمار، أستاذ عائشة، أستاذ أمجاد، أستاذ هاجر، عمار، أستاذ عمار، مين ممكن يداخل معنا مداخلة صوتية؟ أستاذ علاء شو رأيه؟ سألتنا اليوم بمواضيع متعلقة بالجانب الإداري صح؟ شو حكينا يا جماعة اليوم؟ على ماذا تكلمنا؟ أهمية السكرتارية، حلو. أخذنا الفرق بين السكرتارية والإدارة المكتبية،
قلنا شو وظائف السكرتارية صح؟ شو موقع السكرتارية والإدارة المكتبية بهيكل تنظيمي؟ حكينا على اللامركزية الإدارية والمركزية الإدارية، شو ميزات المركزية الإدارية وشو ميزات اللامركزية الإدارية؟ إمتى ممكن يكون المركزية الإدارية جيدة؟ شو سلبيات المركزية الإدارية وشو سلبياتها؟ حكينا على الإدارة المكتبية صح؟ عرفنا السكرتارية، عرفنا السكرتير، عرفنا مهام مدير المكتب. ممتاز، الله يعطيكم العافية. طيب موعدنا الجلسة القادمة إمتى؟ أي ساعة؟ وأي يوم؟ بذكركم ولا ما في داعي؟ لأربعة الساعة سبعة، لأربعة الساعة سبعة بإذن الله. تحياتي للجميع، والله يعطيكم الف عافية. كثير كنت سررت بمشاركاتكم تفاعلكم، ما حسينا بالوقت، ما عم نحس بالوقت بصراحة. ان شاء الله الجلسة القادمة بنتابع ايضا بجزء متعلق بالسكرتاري وإدارة المكاتب قبل ما ندخل الجزء العملي. مني ومن فريق رشد الافتراضي كل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله جميعا. السلام عليكم.